ايه ده؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ نهلا، انا طلقت ساره وعايزك تديني فرصه تانية. وحياه ليلى بنتك لا تقعدي وتسمعيني. عشان كده داخل بعشم، فاكر انك عشان طلقت ساره كل حاجه هترجع زي الاول واحسن كمان، صح؟ اخرج يا امجد، اقول لك على حاجه، اخرج بره حياتي كلها اصلا. نهلا، اللي انت بتعمليه ده مش صح. لا 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 لا، انا مش هسمح لك تاني تقول لي ايه الصح وايه الغلط. كفايه بقى توجيهات لغايه كده. انا عارفه ايه الصح وايه الغلط وايه اللي هيريحني. طب ايه اللي هيريحك وانا اعمله لك؟ اتطلق. انا لا، حاولي تفهميني بس. انا بقول لك طلقني، انا مش فاهمه. طلقني امجد، هتعيشني معاك يعني غصب عني ولا ايه؟ هو مش انت خدت قرار ونفذته عشان تبقى مبسوط؟ ده بقى القرار هيريحني. طلقني، بقول لك طلقني. انت طالب